وحصريا منهج وسنت اشبه ثعول المزلها فوق قف رما وطا فيها الدب اشحوامي تخرج مدح انت قاي ترزى البيوت منهج وسحلت مثل ما ينقاد ذهب من سوقها السوامي من هجوس تشبه ثعول المزلة هل فوق قفر ما وطى فيها تبش حوامي انت قاعد تنزل بيوت من هجوس حلت مثل ما ينقاد ذهب من سوقها السوامي قافلة والنايم اشد الهرس ان يتفلت بس احاول قدر الامكان الزم بخطامي مدح قبل وقفته في وقفته انحلت كانها وقفت بنادي في غزو صدامي ابلج يضحك حجاجه يوم غير كلت وقفته يوم المواقف بالمقام الدامي محزم اللي جيت له نصيح همومك زلت من فعل يمناه ولا طيبه المترامي شيخ من روس الرجال الليلة قامت دلت من يعادي هالي صار التحدي حامي إيه عبد الهادي اللي وقفته ما طلت عن طريق الحق من يجهل فعول اليامي العرب من مدحه ابن تعجمه ما ملت تفخر بسقم العدا ومروض الاقسامي كنك الطفع عطاه سيوف حرب سلت ما تمد اللي تمد الشركة بسامي كم كبود الضميات من وفاه سلت والنخار بعد كلامه مثل الامر السامي من هجوس تشبه ثعول المزلة هلت فوق قفر ما وطى فيها الدبش حوامي انت قاعد تنزل بيوت من هجوس حلت مثل ما ينقل ذهب من سوقها السوامي قافلة والنايم اشد الهرس ان يتفلت بس احاول قدر الامكان الزمه بخطامي مدح بالي وقفته في وقفته انحلت كانها وقفت بنادي في غزو صدامي ابلج يضحك حجاجه يوم غير كلت وقفته يوم المواقف بالمقام الدامي محزم اللي جيت له نصيح امامك زلت من فعل يمناه ولا طيبه المترامي شيخ من روس الرجال الليلة قامت دلت من يعادي هالي صارت تحدي حامي إيه عبد الهادي اللي وقفته ما طلت عن طريق الحق من يجهز فعول اليامي العرب من مدحه ابن تعجمه ما ملت تفخر بسقم العدا ومروض الاقسامي كل كف في عطاه سيوف حرب سلت ما تمد اللي تمد الشركة البسامي كم كبود الضميات من وفاه ملت والنخار بعد كلامه مثل الامر السامي جوال 00 9